ودي رحب بالدكتور اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، دكتور طاهر كامل استشاري التغذيه وعلاج السمنه والنحافه. اهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكي يا احسان، واهلا وسهلا بكل الساده مشاهدين برنامج لايف كلين. طبعا الفتره اللي جايه دي يا دكتور محتاجين ان احنا نهتم اكتر بجهاز المناعه، وخاصه بنسمع ان يعني فيروس كورونا في المرحله اللي جايه هيبقى اقوى، ففي المرحلة دي لازم نكون مستعدين، وخاصة في الشهر اللي احنا فيه ده هيكون فيه دخول مدارس وفيه التزامات وفيه مسؤولية. لازم نهتم بجهاز المناعة لتقويته للمقاومة العدوى بفيروس كورونا. يا دكتور خلينا في البداية نتكلم ايه هو التغذية الصحيحة والسليمة. التغذية الصحيحة والسليمة ان هي بتحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية المهمة لجسم الإنسان. زي ايه؟ زي ان لازم التغذيه يكون فيها مصادر للبروتينز، البروتين سواء كان بروتينات حيوانيه او بروتينات نباتيه. البروتينات الحيوانيه زي اللحوم والدجاج والاسماك والكبده والبيض والجبن واللبن والحاجات دي. البروتينات النباتيه زي البقوليات، مينلي طبعا الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والحاجات اللي زي كده. أهميتها إيه البروتينات يا دكتور؟ وأهميتها إيه بالتحديد للأطفال في السن الصغير؟ البروتينات مهمة جدا جدا في جسم الإنسان، لأن هي بعض الناس بيتصور إن هي لبناء العضلات. لا، هي مش كده بس، هي البروتينات مهمة لأن هي بتدخل في تركيب كل الإنزيمات اللي موجودة في الجسم، كل الهرمونات اللي موجودة في الجسم، في تركيب جزيء الدي إن إيه أو العامل الوراثي اللي موجود في خلايا الجسم، فهي موجودة في كل أجزاء الجسم. ومهمة كمان لتقوية جهاز المناعة يا دكتور البروتينات؟ طبعاً مهمة جدا لتقوية جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة بيحتاج إن هو يكون فيه عناصر أساسية من الفيتامينات والمعادن، إلى جانب عناصر التغذية اللي احنا قلنا عليها، من ضمنها البروتينات، الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات، الفيتامينز والمعادن دي مهمة جدا، الألياف دي مهمة جدا برضو. ففي عناصر أساسية، بس العناصر دي لازم تبقى متكاملة يا دكتور، يعني ما نهتمش بجزء مثلا بروتينات وما نهتمش بالظبط بالكربوهيدرات. بس عايزة احنا يمكن ذكرنا أهمية البروتين بالنسبة للجسم عموما. الكربوهيدرات يا دكتور أو النشويات والسكريات أهميتها إيه للجسم؟ تمام، الكربوهيدرات أو النشويات والسكريات مهمة جدا للجسم، لأن هي دي اللي بتدي الانرجي أو الطاقة. تمام، بس الأفضل إن احنا لما نيجي ناخد مصدر للكربوهيدرات ناخد حاجة كاملة مكتملة. بمعنى إيه يا دكتور؟ إن احنا ناكل الحبوب الكاملة. الكاملة؟ بدل زي ما القمح. بالظبط. القمح لما نيجي حباية القمح بناكل القمح كحبة كاملة، بالنخالة بتاعتها، بالقشرة بتاعتها، بكل بجانين القمح بكل الأجزاء. لكن لما بنيجي نعمله مثلا دقيق أبيض بنطحن حباية القمح، فبنفصل منها أجزاء كتيرة بتكون مهمة جدا، وبنخلي الدقيق الأبيض بس. فاحنا بنقول إن العيش الأبيض أو الدقيق الأبيض ده مش مصدر غذائي كويس للطعام. لما تكون الحبة مكتملة زي العيش الاسمر البلدي بتاعنا مثلا، وموجود دلوقتي عيش بني يعني بلدي. تمام، فده بيكون فيه حبوب كامله من القمح او الشعير او الشوفان او كده، فده بيدي قيمه غذائيه اعلى بكتير من ان هي تكون بنفصل اجزاء من الحبه الكامله دي. لما بناخد الجزء كامل على بعضه، ايه فايده الموضوع ده؟ ان الطفل مثلا لما بيجي ياكل النشويات بتتحول جوه جسمه لسكريات، السكريات دي ابسط جزء. طب ما هي النشويات يا دكتور بتتحول لسكريات، ده الطبيعي. طبعا ما احنا لسه بنقول بتتحول لسكريات. جزيء ابسط جزيء في السكريات هو الجلوكوز. ايه مشكله الجلوكوز في اجسامنا او في اجسام الاطفال؟ الاطفال اللي بتاكل حلويات كتير، ايوه، وسكريات كتير، سكريات، وفي ناس كده برضو يا دكتور يعني كتير في العصاير، بتاخد مشروبات غازيه كتير، بتاكل ايس كريم كتير، حلويات كتير، كل دي حاجات بتخفض المناعة. ليه؟ لأن جزيء الجلوكوز بيحتاج عشان يحصل له استهلاك ويتحول لطاقة، بيحتاج لاستهلاك فيتامين بي، بيحتاج لاستهلاك الزنك، بيحتاج لاستهلاك البوتاسيوم اللي موجود في الجسم، المغنيسيوم اللي موجود في الجسم، فيتامين سي اللي موجود في الجسم، فبيستهلك معاه حاجات كتير جدا. فلو الطفل أكل سكريات بس بدون قيمة غذائية حواليها،
فهو كده بيستهلك فيتامينات جسمه المختزنه في جسمه اللي هي مفيده ليه. بالظبط، ودي بتأدي طبعا لنقص الفيتامينات في الجسم. برافو عليكي. فيبدأ يخش بقى في دور نقص فيتامينات، ويبدأ يبان عليه أعراض نقص الفيتامينات المختلفة اللي هي ممكن على سبيل المثال تبقى إيه؟ وخاصة يمكن دلوقتي في الصيف يا دكتور مع الشمس والحاجات دي، بشوف أطفال كتيرة على بشرتهم بقع بيضة، تمام، ده نتيجة هل تعرض للشمس، وخاصة احنا في الفترة دي الشمس يعني لا تحتمل، وأشعة الشمس الضارة بتكون موجودة بنسبة كبيرة جدا يا دكتور. تمام. بس النقط الفاتحة أو على البشرة دي، على بشرة الجلد دي، بتبقى نقص فيتامينات معينة يا دكتور؟ طبعا بيبقى انديكيشن بالنسبة لنا ان لنقص فيتامين د او دال. لنقص فيتامين اي او لنقص فيتامين اي، حاجة من الثلاثة الفيتامينز فيتامين المهمين اي جدا. او اي او دال. بالظبط. فاحنا بنقول طبعا ان الفيتامينات دي مهمه جدا لجسم الطفل او لجسم الطالب عموما في المرحله الدراسيه، وبتخش بدور كبير جدا في تقويه جهاز المناعه. يعني فيتامين د مهم جدا لتقويه جهاز المناعه، صحيح. فيتامين سي مهم جدا لتقويه جهاز المناعه، الزنك مهم جدا لتقويه جهاز المناعه، وبيحافظ على الخلايا وسلامه الخلايا. فاحنا بالتالي لما بناخد سكريات كتير، السكريات بتستهلك الفيتامين بي، بتستهلك المخزونة في فيتامين سي الجسم. المخزون في الجسم، بالظبط. بتستهلك البوتاسيوم والمغنيزيوم المهمين جدا، واللي المغنيزيوم على سبيل المثال لما بينقص بيعمل كرامبات في العضلات، فيبدأ الطالب او الطفل يحس بشد عضلي في مقدمة القدم او في المغنيسيوم بس الساق يا او دكتور نقص اللي بيسبب شد العضلي، ولا برضو ممكن الكالسيوم كمان، نقص الكالسيوم بيسبب شد عضلي؟ تمام. الكالسيوم والمغنيسيوم مرتبطين مع بعض، لان امتصاصهم بيبقى بآلية شبه واحدة، الكالسيوم والمغنيسيوم، فهم مهمين جدا، ولابد من توافر فيتامين دي عشان يتم امتصاص كويس للكالسيوم بالظبط وترسيبه في العظم. صحيح، تمام. مرتبطين ببعض يا دكتور. بس خلينا بالظبط. هنتكلم عن النقطة دي أكتر، بس ناخد اتصال. استأذنك يا اتفضلي. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك، تفضل يا السلام أحمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام، ورحمة أسعد الله الله وبركاته. أوراقكم وكل أهلا أوقاتكم بكل أهلا خير، بيك. صديق عمل والأستاذ الدكتور البايس حضراتكم. طبعا تفضل تفضل، مع سؤال حضرتك حضرتك أحمد أستاذ عبيد وكيل أحمد. وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. تفضل سؤال حضرتك. أبلغ من العمر 63 عاما وأعاني من مرض السكر النوع الثاني، وعالج بأقراص. أيوه. فهل للأستاذ الدكتور نصائح من لمرضى شأنها السكر؟ من شأنها أن ترفع من مناعة الجسم سواء دايت أو أدوية؟ حاضر، هنتكلم عن الحاجات دي عموما بالتفصيل يا أحمد، تابعنا. شكرا 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 لحضرتك. جزيلا. اتفضل يا دكتور، ممكن تجاوبه وبعدين نرجع لموضوعنا مرة تانية. تمام. عشان نرفع مناعة الجسم مهم، وخاصة لمرضى السكر وخاصة لمرضى ومرضى السكر. الأمراض المزمنة عموما. تمام. عشان نرفع مناعة الجسم مهم جدا إن احنا نبدأ نهتم بفيتامين سي، نهتم بالزنك، نهتم بفيتامين دي. ومهم جدا لمريض السكر إن هو يستعمل فيتامين بي 12، لأن ده اللي بيحافظ على غلاف الأعصاب. مرضى السكر بيكون عرضة لالتهاب أطراف الأعصاب، فبالتالي يشعر ببرودة في دراعه أو في تنميل، القدم ممكن يا أو دكتور تنميل تنميل برضو. أو حرقان أو سخونة أو برودة زي ما قلنا، أو أعراض مختلفة كلها بتنم عن نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده مهم جدا للحفاظ على غلاف العصب زي ما قلنا. ومريض السكر لازم يتناول فيتامين بي سواء في صورة مكمل غذائي أو في المصادر الطبيعية بتاعته الموجودة في التغذية. زي ايه يا دكتور؟ زي البيض، زي الخميرة. بتفرق يا دكتور البيض بقى، البيض هل مسلوق ولا مقلي، لا ولا خالص يفضل نهائي. الاتنين زي بعض؟ طبعا الأسماك، البيض، الجبن، كل دي حاجات بتحتوي على فيتامين بي. وفي بقوليات نباتية برضو بالنسبة للناس اللي بيحبوا يمشوا بنظام غذائي نباتي. في بقوليات اللي زي الفول ومرضى والعدس. السكر ممكن يمشوا بنظام غذائي نباتي يا دكتور؟ هيبقى طبعا، كافي ليهم بالنسبه وصحي اكتر. طبعا بيكون صحي ليهم اكتر جدا، وخاصه الناس اللي تخطوا سن الستين زي الاستاذ احمد. ايوه. اللي كان ما هو محتاج يعرف فده ايه الحاجات الصحيه المفروض يلتزم بيها. تمام. فهو لو بدا يمشي على النظام النباتي اللي هو البلانت بيزد دايت، يبدا يمنع البروتينات الحيوانيه تماما، اللحوم، الدجاج، الاسماك، يمنع السكر، لان السكر ده زي ما قلنا سبب خطير جدا لخفض مناعه الجسم
وان هو بيبدا يزود الوزن كمان، فبيدخل مريض السكر في موضوع السمنه ويبدا يعاني من مشاكل كتير نتيجه للسمنه. فاحنا بنقول نمنع السكر تماما بالنسبه للاستاذ احمد، يبدا يمشي على نظام غذائي وياخده في مصادر طبيعيه افضل يا دكتور. بالظبط، الفاكهه. برافو عليك. ياخد الفاكهه كلها بصوره امنه جدا، ما يقلقش خالص من الفواكه حتى اللي فيها بس نسبه برضو سكريات بكميات عاليه. معتدله. تمام. هو المفروض بقى ان هو بيمارس نشاط حركي، بالظبط، بيتحرك، رياضه، بيشرب ميه كويس، ده مهم جدا. كل الحاجات دي، الحركه في حد ذاتها بتعمل تنشيط للدوره الدمويه، وده مهم جدا لمريض السكر، لان معظم الخطوره على مرضى السكر بتبقى في التهاب اطراف الاعصاب اللي احنا قلناها، وعلاجها في تناول فيتامين بي. والموضوع الثاني موضوع الاوعيه الدمويه بقى، ان ممكن يحصل التهاب في الاوعيه الدمويه، فبالتالي لازم يكون في تنشيط للدوره الدمويه باستمرار بالمشي والحركه. بعض الحاجات اللي ليها قيمه غذائيه كويسه قوي في موضوع السكري، الحلبه. الحلبه. طبعا. الناس اللي بس بتشرب الحلبه الحلبه مشكلتها يا دكتور الريحه بعد كده، يعني ليها ريحه ريحه نفاذه طبعا. في العرق، وخاصه في ممكن العرق. نضيف للحلبه وهي بتتغلي الشمر او اليانسون، فدي من النباتات العطريه اللي ليها ريحه كويسه، اللي ممكن تداري على ريحه الحلبه شويه. كذلك اكل الحلبه الخضراء اللي احنا ممكن نزرعها، دي من الحاجات جميله دي اكيد جداً. يا دكتور. واحنا حتى شفنا في الفتره اللي فاتت اللي هي بتاعت الحظر بتاع الكورونا في الاربع خمس شهور اللي فاتوا دول، الناس كتير اهتموا بالبلكونات بتاعتهم وبالزرع فممكن الحاجات دي تتزرع في البلكونه حتى، ويبداوا الناس يستعملوها في السلطات بتاعتهم، بيكون ليها قيمه غذائيه عاليه جدا. طيب حضرتك كنا بنتكلم ان هي نقص فيتامين د بيؤدي لمشاكل كتيره جدا، من ضمنهم زي ما حضرتك بتقول ان هي الكرامبات والشد العضلي، وكمان ان نقص الكالسيوم لازم يبقى في وجود فيتامين د عشان الجسم يستفيد بالكالسيوم. يا دكتور ده حقيقي. والفيتامين د اعراض كمان اخرى ممكن ناس كتير قوي يكونوا بيشعروا بيها ومش عارفين ان هي دي نقص فيتامين د. صحيح، لان مش هيتوقعوا ابدا يا دكتور ان هي دي ممكن ليها علاقه بنقص فيتامين د. بالظبط. لا ده انا هقول لحضرتك كمان، الواحد بيبقى متلخبط بقى ورايح ويلف على دكاتره كتيره جدا، ممكن يبقى يعتقد ان هي اللي عنده امراض تانية مختلفه عن ان تيجي في دماغه ان هو عنده نقص فيتامين د. ومعظم الناس اللي عندهم زياده عاليه قوي في نسبه الكوليسترول في الدم، دول بيكون عندهم نقص فيتامين د. ليه؟ لان الفيتامين د ده هو فيتامين، يعني ممكن الواحد ياخده من الطعام او من المكملات الغذائيه. لا، في قصه ثانيه للفيتامين د برضه. فيتامين د ممكن يتكون داخل الجسم من تعرض الانسان للشمس، وانه يكون بياخد الحاجات اللي بتساعد على تكوين فيتامين د داخل الجسم، زي البيض والسمك زي ما قلنا، الفواكه المجففه، المكسرات، كل الحاجات دي بتحتوي على فيتامين د. ففيتامين د بيكون داخل الجسم من الكوليسترول، فلو الناس عندها زياده عاليه قوي في نسبه الكوليسترول، يبقى من المؤكد ان هو عنده برضه نقص شديد قوي في فيتامين د. فمهم جدا الناس تتعرض للشمس في الاوقات اللي بتكون قبل الساعه 11 وبعد الساعه 4، مش الاوقات اللي بيكون فيها من 11 ل 4 بيكون فيها اشعه ذره، خلينا قبل 11 او بعد الساعه 4. كذلك اعراض نقص فيتامين د بتبان في ايه؟ تساقط في الشعر، خاصة في البنات والسيدات والأطفال. لما يكون في تساقط غزير في الشعر، يبقى في نقص فيتامين د. يعمل التحليل هتطلع النسبة بتاعته أقل من 20 نانو جرام لكل ملي لتر من الدم. وطبعا دي نسبة قليلة جدا، لأن النسبة الطبيعية هي من 30 ل 100. فالناس اللي أقل من 20 دول بيبقى عندهم ديفيشنسي أو نقص شديد جدا في الفيتامين دي. الناس اللي بتكون من 20 ل 30 دي بتكون مرحله انسفيشنت، ان هو موجود بس مش قادر يؤدي دوره كويس. من 30 ل 100 دي النسبه الطبيعيه. غير تساقط الشعر، ممكن الانسان يشعر بالاكتئاب الموسمي اللي هو سيزونال ديبريشن. ما بين الفصول دي يا دكتور فعلا بالزبط. بتحصل ان الناس بتجي لها اكتئاب. بالظبط. طبعا ده بيزيد بقى، يعني في ناس ممكن تبقى معرضه بدون ما يبقى عندها، يعني بتزيد بقى حده الموضوع، بتزيد لو عنده النقص واضحه اكتر. لما الناس اللي عندهم نقص شديد في فيتامين دي، بيكون في الم في اسفل الظهر، منطقه اسفل الظهر، لو باك بين، دايما بيكون موجود للناس اللي عندهم نقص في فيتامين دي. بيكون في برضو عرضه لهشاشه العظام او
ان الكالسيوم ما يترسبش كويس في العظام بتاعتهم، لان احنا قلنا العظام ان مش هتستفيد، الفيتامين دي فكثافه فالهشاشه ممكن يكون عرضه لاساسه تزيد العظام كمان، طبعا. اه ده حقيقي ونسبتها تزيد حقيقي يا دكتور حتى في الاعمار الاكبر شويه يعني. بالظبط. آه ففي كمان يعني اعراض كتير قوي لنقص فيتامين د ممكن تبان مع الانسان في مراحل السن المختلفه، فتعويض فيتامين د ده من الحاجات المهمه جدا جدا لمنع هذه الاعراض، اضافه الى تقويه جهاز المناعه وتعزيز جهاز المناعه. طيب الفتره اللي احنا داخلين فيها دي يا دكتور اطفال مهم جدا ان احنا نهتم بجهاز المناعه عندهم يا دكتور، لكن الفتره اللي قبليها بقى يعني المدى حتى في الفترة الأخيرة مع الحظر وكده والمدارس ما كانتش لسه خلصت، فما كانش الأطفال بقى في التزام يعني، معظم المدارس كانت أونلاين، ودلوقتي هي ممكن برضو هيبتدوا في بعض المدارس هتبقى أونلاين، في بعض المدارس هيبقى فيها حضور. تمام. يعني الحضور مش هيبقى، يحاولوا يقللوا من العدد مع الأطفال عشان يحاولوا يقللوا نسبة العدوى طبعا. تمام. في الفترة دي تنصحهم بإيه يا دكتور، وخاصة إن هم راجعين بقى هيبقى فيه شويه التزام، وان هو لازم ينظموا النوم بتاعهم. بالظبط. والنوم بتاعهم ده مهم جدا في طبعا الفتره دي. ده حقيقي. احنا مهم جدا ان احنا نقول ان من الفتره من اول عيد الاضحى المبارك لحد الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي حصل عوده لمظاهر الحياه الطبيعيه كلها الحمد لله. بدات تقل عدد الحالات جدا عن الاوقات اللي قبل كده من 3 4 شهور مثلا. بدا الناس يطمنوا وكل الاماكن فتحت ومعظم الشواطئ والناس راحت مصايف وحاجات زي كده. حتى الاطفال اللي كانوا مقلين او بيخافوا او اهاليهم بيخافوا يطلبوا لهم وجبات جاهزه بداوا الفتره اللي فاتت يطلبوا من الوجبات الجاهزه وياكلوا من الحلويات والحاجات اللي كانوا ممنوعين منها في فتره الحظر عشان جهاز المناعه يبقى كويس. احنا طبعا داخلين على المدرسه دلوقتي لازم نستعد، لازم نقوي جهاز المناعه بتاعنا، نشرب ميه كويس ده مهم جدا جدا جدا، ناكل الأطعمة اللي فيها. شرب المية ليه علاقة بجهاز المناعة يا دكتور؟ اه طبعا. كل الموصلات العصبية اللي في جسم الإنسان وكل الهرمونات وكل الإنزيم وكل المواد الكيميائية دي بتشتغل عن طريق توفر عنصر المية. ده مهم جدا. نقوي مناعتنا بإن احنا نعزز فيتامين، الأطعمة اللي فيها فيتامين دي، الأطعمة اللي فيها فيتامين سي، الأطعمة اللي فيها فيتامين دي قلنا زي البيض، زي الأسماك، زي البروتينات الحيوانية، زي البقوليات، ممكن نحاول نزود استعمالها شوية الفترة دي ونقلل من الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة. صح. والحاجات اللي بتحتوي على السكريات والمشروبات الغازية والعصائر اللي فيها سكر، لسه بنقول من شوية إن السكر بيقلل مناعة الجسم. خاصة الحاجات السكر الأبيض اللي زي ما قلت حضرتك برضو الدقيق الأبيض، كل طبعًا الحاجات دي بتقلل من مناعة الجسم. طبعا دي بيسموها الحاجات اللي هي ريفايند أو الحاجات المكررة تكرير، شال منها القيمة الغذائية المهمة وخلاها بصورة يبقى استعمالها بدون قيمة غذائية عالية. مهم جدا طبعا إن احنا فيتامين سي، وفي برضو كتير من الناس ما يعرفوش إن فيتامين سي كجزيء كيميائي هو شبه جزيء الجلوكوز. الجلوكوز اللي احنا قلنا اللي هو ابسط صوره من صور السكر، فبالتالي لو الانسان بياخد مشروبات تحتوي على فيتامين سي زي عصير البرتقال، زي عصير المانجا، الليمون، الليمون، الكيوي، الجوافه، طبعا كل طبعا الحاجات دي. نسبه انا اللي اعرفه يا دكتور ان اكتر نسبه عاليه فيتامين سي هي الجوافه، الكيوي اعلى حاجه، الكيوي الجوافه أعلى. بعديها فعلا يا اسان صح. بعديها الموالح، البرتقال والليمون واليوسفي والحاجات اللي زي كده، الفراوله والفراوله والمانجا. تمام. فلما نيجي ناخد فيتامين سي بلاش نحط عليه يا جماعه سكر، لان احنا بنقول ان ابسط جزيئات السكر اسمها الجلوكوز. ممكن نحط عسل مثلا، يفضل عدم التحليه. ليه؟ لان بيحصل منافسه بين جزيء الجلوكوز بتاع السكر لما او العسل جوه الجسم مع جزيء فيتامين سي على الوصول للخليه، وللاسف ان السكر له اسبقيه انه بيقدر يوصل اسرع ويخش جوه الخليه اسرع من الفيتامين سي، فبالتالي بيقلل امتصاص فيتامين سي. فالناس اللي بتاخد عصير ليمون، عصير برتقال، مانجا، ولا حتى الليمون احيانا بنسخنه، يفضل ان هو، هل السخونيه ليها علاقه يا دكتور برضو؟ طبعا طبعا يا احسان، موضوع تسخين فيتامين سي ده من الحاجات اللي بتعمل تكسير للفيتامين وتقليل من القيمه بتاعته، فالاستفاده هتقل، الاستفاده طبعا من فيتامين سي هتقل. فبالتالي لما نيجي ناخد فيتامين سي يفضل ان هو يكون مشروب بارد مش مشروب ساخن او بيغلي، لان معظم الناس برضو بيحطوا الليمون مع الجنزبيل الساخن او
الشاي او بعض المشروبات النعناع او حاجات زي كده او حتى على الشوربه، فبالتالي بيكسر جزء كبير جدا من فيتامين سي اللي هو بيكون جسمه محتاج يمتصه. طيب النوم يا دكتور، النوم ليه علاقة بجهاز المناعة ولا لا؟ وخاصة تنظيم النوم مهم طبعا، وعدد الساعات النوم مهمة جدا طبعا، والأطفال كمان مهمة أكتر يعني في المرحلة اللي احنا فيها دي. ده حقيقي. احنا نبدأ نعود أطفالنا على النوم في أوقات مبكرة، ما يكونش بيتأخروا قوي، بحد أقصى مثلا الساعة 10-11 يبدأ يكون الطفل نايم عشان يستفيد بعدد ساعات النوم في فترة الليل، فبالتالي ده بيعزز وبيقوي جهاز المناعة يا حسين زي ما قلت بالظبط. النوم لمدة 8 ساعات بالنسبة للأطفال ما يقلش عن كده. نوم الصباح وقت الصبح لا يغني عن النوم في فترة الليل. كذلك مهم جدا أن الطفل يكون أو الطالب عموما يكون بينام الوقت بتاعه وبيمارس الرياضة وبيتناول الغذاء الصحي وبيشرب كمية مية كويسة عشان يعزز ويقوي جهاز المناعة بتاعه. الأطفال يا دكتور عشان برضو نطمن عليهم بالنسبة لصحتهم عموما يا دكتور، تمام، هل في تحاليل معينة نقدر نطمن عليهم بحيث ان احنا نعرف ما عندهمش نقص مثلا في طبعا ايه نقدر زي نعمل ايه يا دكتور؟ نعمل تحليل فيتامين دي بالنسبة للأطفال، لأن احنا في الفترة اللي فاتت كمان لاحظنا حتى في العيادات لما بيجوا لنا الأطفال وبنطلب منهم التحليل تطلع النسب قليلة جدا، لأن احنا قلنا فيتامين دي زي ما قلنا بيحتاج ل ان الانسان يا اما ياخده من بره يا اما يكونه في جسمه. لو هيتكون في الجسم لازم يكون بيتعرض في الشمس في الفترات اللي هي الشمس بتكون فيها الاشعه مش ضاره، اللي هي قبل الساعه 11 وبعد الساعه 4. مهم جدا طبعا اذا كان في اي مشاكل في الجسم سواء التهاب في الامعاء او اي حاجه بتمنع امتصاص فيتامين دي ان الانسان يكون قادر على تكوين فيتامين دي، فيكون بيصحى بدري بيتعرض للشمس على الاقل نص ساعه فتره الصباح قبل الساعه 11، ممكن نص ساعه كمان بعد الساعه 4، يتناول الاطعمه اللي بتحتوي على فيتامين دي، يكون بيمارس الرياضه عشان تبقى الدوره الدمويه في جسمه كويسه برضه، بينام عدد ساعات كويس. غسل الايد يعني تمام. في المرحله اللي احنا فيها دي قد ايه غسل الايد مهم جدا؟ ويمكن الاطفال يا دكتور مع اللعب بقى في المدرسه او مع اصدقائهم بينسوا الموضوع ده تماما يا دكتور، اهميته وتنصحهم بايه؟ طبعا دي من الحاجات الاساسيه جدا في موضوع الحفاظ على الصحه ان السوشيال ديستانس يكون في مسافات بين الطلاب او الناس المتواجدين في اماكن مغلقه، ان غسيل الايدين يكون باستمرار تقريبا كل ساعه او كل نص ساعه حتى، ويستمر لمده من 20 ل 40 ثانيه ما يقلش عن كده، والانسان يتاكد ان ايديه بترغي كويس الصابون لان ده اللي بيزيل البكتيريا والفيروسات اللي بتكون. كذلك منطقه الضوافر، منطقه بين الاصابع لازم يتم غسلها بصوره كويسه جدا. زي ما قلنا موضوع غسيل الايدين ده بيكون على الاقل مره كل ساعه بالنسبه او استعمال الحاجات المعقمه زي الكحول والهاند جيل والحاجات اللي زي كده.